مباراة المنتخب الإيراني ضد نظير لبنان في تصفية آسيا لكأس العالم في الجولة الخامسة. نرجو منكم لا تنسوا الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم. ملعب الذي سوف تقام عليه هذه المباراة القوية اليوم بين لبنان وإيران سائد انترناسيونال ستاديوم. أما توقيت هذه المباراة سوف يكون في الساعة الثانية بتوقيت لبنان والقاهرة، والثالثة بتوقيت السعودية وقطر، والساعة الواحدة بيكون من توقيت الجزائر والمغرب وتونس. قنوات الناقل لهذه المباراة قناة SS Sports HD1 وأيضا يوتيوب الاتحاد الآسيوي بتعليق خالد مضيفر الناقل الحاصل لهذه المباراة القوية اليوم. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا من فضلكم لايك والاشتراك بالقناة وأيضا تفعيل خاصة الجرس على الكل لكي يصلكم دائما مواعيد وتفاصيل المباريات القوية، وشكرا لكم.